يسعد مساكم يا رابع، ويعطيكم العافية يا رب يا مس. الحصة الماضية شرحنا عن التصنيف، وحكينا إنه هو وضع الكائنات الحية في مجموعات بناء على الصفات المتشابهة والمختلفة بينهم، وحكينا إيش أهمية التصنيف اللي هي كانت عندنا التعرف على الكائنات الحية وتسهيل دراستها وحفظها، وشرحنا عن مفتاح التصنيف وحكينا عن أهميته وأخذنا مثال عليه. اليوم إن شاء الله رح نحكي عن تصنيف النباتات. حكينا إحنا إنه التصنيف أهميته اللي هو لتسهيل دراسة الكائنات الحية والتعرف عليها. فلاحظ إنه عدد النباتات عنا كتير كبير، فكان الأحسن إشي إنه يقسموها لمجموعات بناء على الصفات المتشابهة والمختلفة بينهم، وهيك أنا بسهل على حالي دراسة النباتات والتعرف عليها. فراحوا صنفوا النباتات بناء على شو؟ على طريقة تكاثرها إلى نوعين، إلى نباتات بذرية ولنباتات لا بذرية. النباتات البذرية من اسمها بذرية، معناته هي نباتات بتتكاثر في البذور. هاي النباتات البذرية برضو كمان بتتقسم عنا لمجموعتين، في نباتات بذرية بيكون عنا فيها الثمرة بتنتج من الزهرة تاعتها بنسميها نباتات زهرية، في عنا نباتات بذرية ما بتنتج الثمرة عنا من زهور، فبنحكي عنها لا زهرية. النباتات الزهرية كمان لها تصنيف تاني، صنفوها لمجموعتين، إما ذات فلقة أو ذات فلقتان. نيجي على النباتات البذرية. النباتات البذرية يا رابع هي نباتات التي تتكاثر بالبذور، من اسمها بذرية معناته طريقة تكاثرها عنا بالبذور. تنقسم هاي النباتات البذرية لقسمين، إما نباتات زهرية أو نباتات لا زهرية. النباتات الزهرية من اسمها زهرية، معناته هي نباتات لها أزهار. ما لها هاي الأزهار؟ تتحول إلى ثمار في داخلها، لهاي الثمار بيكون عنا بذور. كيف يعني؟ عمركم شفتوا شجر اللوز بالربيع كيف بيكون؟ شجر اللوز في الربيع بيطلع عليه أزهار. طلع على الصورة اللي بالشمال، هاي شجرة اللوز بالربيع بيطلع عليها أزهار. هاي الأزهار بعد فترة من الوقت بتتحول لإيش عنا؟ لثمرة. بداخل هاي الثمرة بيكون في عنا بذرة، فمعناته النباتات الزهرية هي نباتات لها أزهار. تتحول هاي الأزهار إلى ثمار بيكون في داخلها عنا بذور. من الأمثلة على هاي النباتات الزهرية عنا شجرة التفاح، عنا شجرة الكرز، عنا شجرة اللوز. بيطلع عليها هاي الأشجار في الربيع أزهار، بعد فترة هاي الأزهار بتتحول عنا لإيش؟ لثمار. الثمار هاي بيكون في داخلها عنا بذور، فمعناته هاي النوع الأول من أنواع النباتات البذرية اللي هي النباتات الزهرية. نيجي على النوع الثاني من النباتات البذرية اللي هي النباتات اللا زهرية. بتكون عنا هي نباتات ليس لها أزهار، تنتج البذور عنا فيها بتكون داخل مخاريط. كيف يعني داخل مخاريط؟ عمركم طلعتوا على منتزهات وشفتوا هاي الثمرة على الأرض اللي هي عنا الصنوبر، وعنا كمان في غيرها السرو. ما لها هاي النباتات، اي عفوا ما لها هاي الثمار. هاي الصنوبر لو انت تمسكها وتجرب انك تخبطها على اشي زي مثلا نحكي طاولة، رح تلاحظ انه بينزل منها عنا بذور صغيرة. هاي الثمرة بنسميها مخروط، لانه شكلها مخروطي، بيكون في داخلها بذور، بس ما بيكون عنا يعني ما بتنتج عنا هاي الثمرة من أزهار زي مثلا اللوز. اللوز هون نتجت من إيش؟ من زهرة. بينما الصنوبر واللوز ما بينتج من أزهار، بيكون شكلها هيك، الثمرة اللي بتطلع عليها بيكون شكلها مخروطي، وبيكون في داخل هذا المخروط عنا بذور. تمام، فمعناته النباتات اللا زهرية اسمها لا زهرية لأنه ليس لها أزهار، فهي نباتات تنتج البذور داخل المخاريط وليس لها أزهار.
ومن الأمثلة عليها عنا حكينا الصنوبر والسرو. رح نكتفي بالدرس اليوم لهون، والحصة الجاي رح نشرح عن النباتات الزهرية أنواعها اللي هي ذات فلقة وذات فلقتين. خلونا بس نعمل مراجعة سريعة للي شرحناه. حكينا إنه النباتات فيها صفات مختلفة وصفات متشابهة وعددها كتير كبير، فكان لازم إنهم يصنفوها تبعا للأشياء المتشابهة أو المختلفة بينها. فصنفوا النباتات حسب طريقة تكاثرها لنوعين، إما بذرية أو لا بذرية، والبذرية برضو كمان صنفوها لنوعين، إما زهرية أو لا زهرية. النباتات الزهرية صنفوها لذات فلقة ولذات فلقتين. نيجي على النباتات البذرية، حكينا شو تعريفها؟ هي النباتات التي تتكاثر بالبذور وتنقسم عنا إلى قسمين، إما نباتات زهرية أو نباتات لا زهرية. نباتات الزهرية حكينا شو هي؟ هي نباتات لها أزهار، تتحول هاي الأزهار إلى ثمار في داخلها بيكون بذور. ومن الأمثلة عليها حكينا التفاح، الكرز، وفي عنا كمان اللوز. بينما النباتات اللازهرية هي نباتات تنتج البذور فيها، بتكون وين البذور؟ داخل المخاريط، وليس لها أزهار مثل شو عنا؟ مثل الصنوبر ومثل السرو.